السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على معدلات النمو في دول شمال إفريقيا مقارنة بدول العالم، وكذلك مقارنة ما بين الجزائر والمغرب الأقصى في قضية التنمية البشرية. أنا أشوف World Map Representing Human Development Index category based on 2019 data published in 2020. معناها نشوفوا هنا معدلات النمو تاع التنمية البشرية التي، وهذا تقرير نتاع الأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية البشرية، ونشوف أنه هنا الدول راهي كلاسي، يعني الترتيب تاعها مرتبع على حسب اللون نتاع اللون تاع البلد، ونشوف ان الجزائر راهي في المرتبه الثانيه، اللون تاعها هو هذا. وهنا نشوف بلي المعدل البشري، يعني المقياس تاع التنميه البشريه راه فيري هاي الي، نشوفوا هنا فيري هاي، وهنا هذا مقياس التنمية البشرية Human Development. هنا Human Development هي التنمية البشرية. إذن نروح نشوف المروك جاي باللون باهت أقل، نشوف باللي المروك راهي المعدل تاع التنمية البشرية راه في المتوسط 0.55 إلى 0.7، والجزائر راهي في مرتبة في الهاي، يعني فوق المتوسط. إذن نشوف باللي الجزائر عندها نفس المستوى نتاع التنمية البشرية كما تونس ومصر وليبيا والصين والمكسيك هنا والبرازيل، هذه كلهم بنفس المعدل تاع التنمية البشرية. نشوفوا باللي أنه المغرب الأقصى هو في مرتبة مرتحت، يعني ما بين 0.5 و 0.7، وهذا يعطينا فكرة على المستوى المعيشي وعلى يعني بصفة عامة نتاع لي بوبولاسيون في كل بلد. وهو هذا المعدل تاع التنمية البشرية يتحسب، عنده عدة، كاين عدة نقاط تؤخذ بعين الاعتبار، كمثلا لاكسي على سونتي، الصحة متوفرة للجميع، قضية التعليم، هل التعليم متوفر، السكن متوفر، هل مثلا العمل متوفر، هل يعني السلامة لا سيكوريتي يعني متوفرة، ما كاش عنف في المجتمع، هل مثلا لا بروتيكسيون سوسيال موجودة ولا مش موجودة. كل هذه العوامل تدخل في لقياس هذا المستوى نتاع التنمية البشرية في كل بلد. إذن كل هذه العوامل، عوامل هي يعني في الحقيقة عوامل تاع رفاهية، هل هي في متناول الغالبية تاع الشعب؟ ممكن نجد مثلا في أي بلد نلقى بعض الجوانب نلقاها صحة جيدة، لكن مش كل الشعب قادر يوصل لها. نلقى أماكن مثلا في أي بلد نلقى أماكن جيدة، يعني من ناحية التهيئة العمرانية، من ناحية يعني النظافة وكذا وكذا، لكن هذه الأماكن غير لا تعم كل البلد. إذن إذا كان في بعض الحالات تظهر بعض الدول تظهر وكأنها متطورة، لكن هذا التطور يقتصر على بعض الشرائح تاع المجتمع. إذن منظمة الصحة العالمية ومنظمة التنمية البشرية لا تراعي هذه النقاط، لازم يعني في التقويم نتاعها هي تراعي ما مدى يعني وصول الأغلبية نتاع الشعوب
الى هذيك النقاط اللي مذكوره. اذا ما مدى يعني انتشار عندما نقول الصحه جيده، نلقى مثلا يقدر يكون مستشفى واحد جيد لكن في منطقه معينه محصوره، ولكن اغلبيه الشعب لا يستطيع الوصول الى هذاك المستشفى. وفي بعض الحالات الدول الاخرى تلقى المستشفى اقل يعني من ناحيه الجوده والعمل وكذا، لكن في متناول الاغلبيه الساحقه نتاع الشعب. اذا هذه الامور تؤخذ بعين الاعتبار. وكذلك يعني الاكسسبيليتي وميديكامون، الادويه الصحيه متوفره، كاين امور كثيره تؤخذ بعين الاعتبار باش يديروا هذا التقويم. كاين بعض السياسات يعني الخائبة يطوروا جهة ويبينوا الجهة هذيك ويحاولوا يغطوا لاميزار، يغطوا الباقي. إذن باستعمال بروباغندا وباستعمال بيبليسيتي وباستعمال يعني أمور كثيرة لكي يظهر البلد متطور، هو في الحقيقة مش متطور. إذن هنا التقييم هذا يحط الجزائر في منطقة نتاع هاي هنا هاي، معناتها يعني جيد هنا فيري هاي، يعني هذا فيري هاي يخص دول اوروبا واللي عندها دخل اقتصادي كبير كما ودول الخليج هنا كما في السعودية واستراليا، هذه دول متقدمة متطورة جدا. لكن الجزائر تأتي مباشرة بعد هذه الدول من ناحية التنمية البشرية، human development. أكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.